نظمت وزاره الاسكان زياره ميدانيه موسعه لوفد من طلاب واساتذه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا الى مدينه العالمين الجديده تهدف الزياره الى الاطلاع على مراحل تطور مدينه العالمين وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها بالمدينه في اطار النهضه العمرانيه الشامله التي تشهدها مصر بعدد من المدن الجديده نظمت وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه زياره ميدانيه موسعه لوفد من طلاب واساتذه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الى مدينه العالمين الجديده للاطلاع على مراحل تطور المدينه وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها. والهدف من الزياره دي ان احنا نبدا نشوف الناس ايه للطلبه تحديدا هي ايه الهدف ايه الدور اللي بتقوم بيه المدن اللي هي بتتعمل المدن دي ايه نوعيه الاستخدامات اللي بتبقى موجوده فيها ايه الدور التنموي الرؤيه بتاعه المدينه الهدف من الموضوع ده ان الناس تنزل على ارض الواقع تبدا تشوف اللي بيتعمل غير ان انا قاعده بس مع اه ده في مدينه العالمين مدينه ابراج لا الموضوع هما بدانا في الاول بعرض برزنتيشن للمدينه قلنا ايه المدينه ايه الهدف بتاعها الاستخدامات الاساسيه اللي موجوده فيها نسب التنفيذ احنا ايه المراحل اللي شغالين فيها بدا ردود افعال من الطلبه تظهر لا الموضوع بدا يكون مختلف الزياره بدات بتلقي شرح تفصيلي عن المخطط العام للمدينه متضمنا عرضا عن مختلف المشروعات التنمويه التي تم تنفيذها ثم جوله ميدانيه لتفقد اهم معالم المدينه من منطقه عمارات الداون تاون واهم معالم المدينه التراثيه والممشى السياحي ومنطقه الابراج والمنطقه الترفيهيه كنت فاكراها ان هي مكان مهجور وصحراء وما فيهوش اي 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 حاجه خالص غير الابراج بس اللي بنشوفها يعني وكمان كنت فاكره ان مفيش حاجه اشتغلت بس الصراحه جيت هنا اتفاجئت ان المكان حتى هنا مش بي مش يعني مش بيشتغل بس ثلاث شهور في السنه زي اماكن كتير لا احنا يعني استغلينا حاجه كويسه أوي عندنا زي السياحه والكلام ده ان هي بتشتغل طول السنه مدينه كامله متكامله ويكون مش بس سياحيه تكون لا كمان سكانيه وتوفر خدمات ويبقى فيها خدمات طاقه وتحليه مياه وخدمات كتير تقدر توفر للناس سكن مش موسمي لا سكن طول السنه عادي فخوره باللي بيحصل و يعني بجد في حاجات كتيره قوي أنا كنتش اعرف عنها غير لما جيت وشفت فبجد حاجه انا كنت عايزه اتكلم فيها انه ليه السوشيال ميديا مش مبينه قد ايه يعني كل ده موجود آه وفي حاجه ان في ناس كتيره قوي شايفه ان احنا يعني في السوشيال ميديا مسلطين اكتر على الابراج آه مع ان دي حاجه اصلا يعني بتبين قد ايه احنا متقدمين لان في ناس كتير قوي فاكره ان احنا ما عندناش الحاجات دي و... بالنسبه لي المدينه مش مجرد ان هي مدينه ناس تيجي تصيف فيها وتمشي بس هو في جامعات وفي مولز وفي حاجات للانترتينمنت عامه وده غير الخدمات اللي بتقدمها فهي ممكن تبقى مدينه للناس تسكن فيها وتعيش فيها على طول وفيها يعني من من التطورات اللي حصل مدينه العالمين سواء في المناطق السكنيه زي الداون والمدينه الروسيه والابراج السكنيه فدي حاجه كويسه جدا اللي ممكن تاهل مصر لمستوى عالي جدا ومع نهايه الجوله ابدى الطلاب رغبتهم في تكرار مثل تلك الزيارات الى المدن الجديده والمشروعات التنمويه والخدميه التي تنفذ في زمن قياسي وبجوده عاليه بما يحقق جوده الحياه للمصريين